سلبيه من النوع بتاع اكبر مخك وفوتها وبتاع، الحاجات دي بتبقى باللحن ده، زي لما تبقى مثلا مش مذاكر والامتحان بكره وانت في الحلاوله وواحد صاحبك يسالك ها قفلت المنهج ولا لسه، تقول له منهج ايه كل سنه وانت طيب وانت اصلا مرعوب بس الصياعه حلوه، اللحن ده مغري. لما تبقى رايح تجيب طلبات البيت مثلا ومراتك تقول لك ما تنساش تجيب سكر، لا سكر كل سنه وانت طيبه يا سكر. بالظبط، كبري دماغك، طموح جميل وكل حاجه بس ما تسرحيش بالخيال قوي كده، كبري دماغك وصغري خيالك في نفس الوقت، ما اعرفش ازاي كلها استخدامات غلط لكل سنه وانت طيب. في الاغرب بقى، في استخدام بشع لكل سنه وانت طيب، دي لما بتبقى ما تلاقيش رد مناسب ترد بيه على موقف معين فترتبك وتتوتر وتقول كل سنه وانت طيب. زي ايه مثلا؟ زي ما تقابل صاحب باباك القديم اللي ما شافوش من قبل ما يموت ويسالك يا حبيبي بابا عامل ايه، فتهت شويه كده تقول له لا بابا كل سنه وانت طيب بقى. كل سنه وانت طيب يا عم وخلاص. فكل سنه وانت ما ينفعش حبيبي ما تقولش كده، مش خالص، مكانها غلط، ما تقول له عقبال عندك بقى بالمره. وفي بقى كل سنه وانت طيب المباشره الطبيعيه اللي وحشتنا دي، ايوه الاصليه اللي هي الجمله اتعملت علشانها اساسا، اللي هي تهنئه مجامله امنيات لطيفه، بس دي قليل قوي ما بتستخدم بالمعنى ده، مش عارف ليه. حلوه والله يا جماعه استخدموها، يعني لذيذه، اللي هي الاصليه دي ظريفه. وزي ما في جمل كليشيهات لطيفه بتتقال في بدايه السنه الجديده، في جمل بشعه بتتقال في بدايه كل سنه نفسي نبطل نستخدمها نهائيا، لانها ولا لطيفه ولا جديده ولا ذكيه ولا اي حاجه في الدنيا. فكره ان اقابل مثلا يعني حد يوم واحد واحد فاقول لي انت فين يا عم ما شفتكش من سنه، ولا زميلي في الشغل اللي كان معايا امبارح، فاهم عارف القلشه اللذيذه دي، ما شفتكش من سنه، من سنه عشان هو كان معايا امبارح يوم 31/12، لا دي قديمه ودي وحشه وسم. او لما ابن خالتي يبقى نازل يسهر ليله راس السنه وخالتي تقول له هتتاخر، يقول لا نام انت يا ماما انا هرجع السنه الجايه، يا باي على سخافتك يا باي. طب يا رب الإفيه ده يطلع لك بالليل وانت نايم. ويا سلام بقى لما تسأل حد هتقضي سهرة راس السنة فين، فيقول لك بقى الحاجات اللي هي ايه، جزيرة القطن يا خلاصي انت كمان ليك في السكة دي، دايما انت لا الإفيه ده من كتر غلاسته انا ما كنتش فاهمه في الاول، يعني مخي ما كانش جايب المنطقة دي من السماجة، يعني اللاير ده عالي بالنسبة لي. كلامك جارح، لما فهمته اتألمت اكتر، ولما عرفت ان انت بتقول الحاجات ده انا زعلت قوي، انا كنت معتمد عليك. معتمد عليك بقالي شهور، معتمد عليك سيزن كامل. في طبعا كليشيهات السوشيال ميديا بقى، طبعا اشهرها الصادمه الشريره العفريته بقى، اللي هي احب اقول لكل حد زعلان مني السنه اللي فاتت اتفلق، شفت الصياعه؟ صادم. شفت الصياعه من نقط في الاخر ايه؟ بعتك يديك في بلوف. في بقى ايه اللي هو في بدايه السنه الجديده، احب اقول لاي حد كان واخد مني موقف السنه اللي فاتت تعالى خد تاني، شفت الطعامه؟ ده جديد. في طعامه، ما هو ده جديد، ما انا ده اللي هكتبه السنه دي، ده بتاعي. وهو ولا حد معبره اصلا، ولا في حد خد منه اي حاجه، بيقعد يعمل الحاجات دي علشان يحسسنا انه مهم وعنده ايشوز واعداء، والشجره المثمره بتتحدد بالطوب والجو الملزق ده، صوت غراب في الاخر. ايوه، لا انت بتلاقي البوست وتحتيه مساحه بيضاء كده، مفيش لا لايك ولا شير، ابيض ده لوحده لغايه الارض ابيض. الجدير بالذكر كمان في نفس المنطقة دي، ان كل العالم بيودع السنة القديمة بلطافة ويستقبل الجديدة بزرافة، الا احنا نموت في النكد. لازم كل سنة نقول ان السنة اللي فاتت كانت ابشع سنة حصلت في التاريخ، ونعدد الحوادث والمآسي والكوارث الطبيعية، وننصب سرادق العزة بقى، ونحط صورة ناس مضروبين، ونكتب وانت خارج من 2016 وباي باي يا وحشة. ليه كده؟ ما نستحمل شوية بقى، نبتهج يا جماعة، في ايه يعني؟ كل العالم فرحانين ومزقططين وبيحتفلوا، بينزلوا صور بلالين وهدايا وورد واماني للعام الجديد وبتاع، واحنا مكشرين ومبوزين بنندب، وبننزل صورة الفنانة عبلة كامل وهي قاعدة مربعة كده وحاطة ايدها على خدها، ونعمل كوميك بيقول لما حد يسألني هتعمل ايه في راس السنة. ليه كده؟ سيبك يا عم الدوشة دي والقلق ده، انت هتروح فين النهاردة في السنة؟ طيب احنا هنهيص يا معلم. ايوه بقى خلصة. ايوه بقى اسمع بقى. نعم اسمع، اتقل بس. كل سنة وانت طيب على انت.